شوفوا الجمال، احنا الحين في الجبال الصناعية. الجبال الصناعية يعني فيها مصانع كيماوية وشركات، ويعني الجبال الصناعية طبعا مثل ينبع تمتاز بالخضار فيها والتنظيم، وهي طبعا من المدن الرائدة في مملكتنا الحبيبة. لا يخفى عليكم بأن الجبال الصناعية تحتوي على مصانع كيماوية، يعني مصانع رئيسية مثل سابك وتوابعه وشركات كثيرة. كمعلومة عامة، تقع الجبال شمال مدينة الدمام بعد حوالي 100 كيلو، وهي تطل على الخليج العربي في المنطقة الشرقية من المملكة العربية. مساحتها حوالي 1000 كيلو متر تقريبا مساحة الجبال. أوكي. بدأ تأسيس مدينة الجبال الصناعية سنة 1395 هجري بمرسوم ملكي، وبدأت وانطلقت النهضة في هذه البلد. مدينة الجبال هي قسمين، قسم لجبال البلد اللي فيها الأسواق والمحلات التجارية والأقدم، وفي طبعا الجبال الصناعية اللي فيها المصانع اللي احنا الحين. سكان الجبال الصناعية يمتازون عن غيرهم بأنهم ينامون بدري، ومنطقة هادية ومدينة هادية لأنهم موظفين ويصحون بدري عشان كذي ينامون بدري. مثل ما ذكرت لكم بأن الجبال الصناعية تعتبر مدينة رائدة منظمة جميلة خضراء جدا منتهى الروعة والهدوء والسكينة. هذا البحر اللي هو الخليج العربي اللي طبعا تطلع عليه مدينة الجبال، وهذا طبعا اللي هو حي النخيل أو شاطئ النخيل عفوا. احنا الآن في الجبال الصناعية، طبعا وزارة الزراعة تقيم معرضا عن الحيوانات والتعامل مع الحيوانات والرفق بهم. الآن خلينا نروح نشوف المعرض. هذا الحي التجاري في الجبال الصناعية يحتوي على بعض المحلات وبعض المجمعات التجارية، وهو منظم. هذا مجمع غاليريا مول في الجبال الصناعية في حي الفناتير، اللي الآن داخله سيقام معرض الرفق بالحيوانات. وصلنا مجمع غاليريا مول او غاليريا مول او غاليري مول في الجبال الصناعية، وهو حقيقة عجبني جدا جدا، جميل رائع جديد. هو طبعا شوفوا ما شاء الله، وصلنا إلى المعرض الأول للرفق بالحيوان المقام طبعا من وزارة الزراعة بالتعاون مع الجبال الصناعية، بس الشباب لسه ما بعد. إحدى المشاركين في المعرض هي مجموعة رصد الطيور، هي مجموعة تطوعية اجتماعية تهدف إلى رصد الطيور وحركتها والمحافظة على ومجموعة رصد تتعاون مع الجهات الرسمية في بعض الأمور، وهناك تعاون أيضا مع وزارة الزراعة فيما يتعلق بالطيور. ضمن خدمات المجموعة ان هي عندهم ويب سايت، عندهم عنوان، اي واحد مهتم في هالطور يبي شيء يستفسر ممكن يتواصل معهم. احدى المشاركين في معرض الرفق بالحيوانات هنا عيادة اوكا البيطرية، طبعا عيادة تعتني بالحيوانات. عيادة اوكا البيطرية تهتم بالحيوانات الاليفة وتقدم خدماتها للجميع من في جميع المجالات فيما يتعلق بالحيوانات. العيادة موجودة في الدمام وفي الخبر، عندهم تطعيمات، في عندهم علاجات، عندهم جميع الخدمات الطبية للحيوانات الاليفة في الجبيل وفي الدمام. ليست بس الأمراض، حتى التدريب والترويض
يتكفلون بذلك منذ طفولة الحيوان إلى أن يتم توجيهه مع صاحب الكلاب وغيرها. العيادة عندهم خدمات للكلاب، للطيور، للقطط، لجميع الحيوانات الأليفة. بإمكانكم التواصل مع الإخوان عندهم خادم. الكابتن حسن طبعا هو مدرب كلاب متخصص في هذا المجال، ان شاء الله ممكن يخدمكم، بنحط لكم رقم تليفون ان شاء الله ممكن الاستعانه به والتواصل، وما بقصر معاكم ان شاء الله. هذا رقم الكابتن حسن، هو طبعا مدرب ومتخصص للكلاب، ممكن التواصل معه وان شاء الله ما بقصر معاكم. برضو احد المشاركين في المعرض اللي هي عياده جوز البيطريه تقدم خدمات طبيه للحيوانات الاليفه. برضو العيادة يبيعون أدوية، منشطات، محفزات، فيتامينات للخيول، منتجات كثيرة. برضو هذه المنتجات تستخدم للكلاب وللقطط، تنظيف، تطعيم، تغذية، تنظيف. هذا طبعا محفزات للخيول تستخدم للسباق، تعطى الخيل يأكلها. هذا برضو محفزات ما بعد الولادة للخيول، للبقر برضو، نعم، حق إدرار الحليب، يعني لاستعادة النشاط الطبيعي للحيوان. ضمن المشاركين في المعرض عيادة الحيوانات الأليفة، موجودة طبعا في الخبر، تقدم خدماتها للحيوانات الأليفة. العيادة هذه مميزة، فيها عندهم خدمة طوارئ، مختبر أشعة، تنويم، عناية بالأسنان، يعني خدمات متكاملة. من الخدمات الجميلة بالنسبة لي أنا أول مرة اللي هي خدمة الفندقة. الفندقة يعني يقول إذا بتسافر أنت بتخلي مثلا الكلب أو القطة، هم يقومون باللازم ويخلونها عندهم. سعر المبيت عندهم للقطب 40 ريال وللكلب كم؟ 65 لليلة. طبعا يهتمون فيه خدمات فندقية. أيضا عندهم خدمة الطوارئ 24 ساعة، حتى لو كان خارج الدوام ممكن يتواصل معاهم، يستقبلون الحالة الطارئة 24 ساعة، يقدمون هالخدمة. العيادة موجودة في الخبر في شارع الببسي. حين بعد السناب ذي بصور لكم اللوكيشن وبعض الخدمات في البروشور تبع العيادة. احدى الارقام المشاركه في المعرض هو قسم العنايه بالحيوان، يعني الرفق بالحيوان. وهنا طبعا يتم تثقيف وتوعيه الناس باهميه ايش يا دكتور؟ المحافظه على السلالات البحريه زي الشارك، زي الروش، زي الفيتان، زي رجل البحر، زي الحاجات غير مضبوط بيأثر عليها خاصة. طبعا الحالات البحرية دي طبعا موجودة في طبعا ذلك نتيجة إهمال الناس للبيئة. وبالتالي احنا مهم جدا ان احنا
طبعا يهدف هذا الركن المحافظة على الحيوان، طبعا المحافظة على البيئة أولا ومن ثم المحافظة على الحيوان، وتبليغ الجهات الرسمية بأي خطر. ركن اسمه معاهدة الرفق بالحيوان، معاهدة الرفق بالحيوان، خلونا نشوف شنو يعني ايش معاهدة الرفق. يقصد بمعاهدة الرفق بالحيوان هي توعية المجتمع بضرورة الرفق بهذه الحيوانات، ويتم توقيع الأفراد على هذه الدكتور إبراهيم الصادق يقول لنا أن هذه عبارة عن وثيقة يوقعها أفراد المجتمع بالعناية والرفق بالحيوانات، وهي يعطيك العافية دكتور، حياك الله. شاكرين وتشرفنا بالزيارة. الله يسلمك، موفقين إن شاء الله. هنا ركن الفنان التشكيلي الدكتور عبد الحميد رامس، فنان تشكيلي للحيوانات، خلونا ناخذ لمحه عن شنو هالركن، شو يسوي الدكتور عبد الحميد رامس. دكتور بيطري ورسام، وطبعا هذه رسماته، جمع بين الدكتره وبين الرسم. يعطيك العافيه دكتور. دكتور لو رسام وش نقول؟ الاثنين حياك الله. ايهم اول، الرسم ام الفن اولا ام البيطره اولا؟ الفن احساس مرهق. تعرفين الغراب؟ الغراب تعرفينه؟ ما تعرفين الغراب؟ البغبغاء تعرفينه؟ عصفور؟ العصفور يطير ولا ياكل؟ كل شيء حي يموت، كل شيء حي يموت، ولكل أجل كتاب. أوكي؟ وين أخوك؟ ليش ما يجيب الله صح؟ شو اسمها؟ روز. روز ها؟ تقول عندها ببغاء. احنا ممكن في البيت اذا شفنا قط ناخذ القط ونربيه في البيت وناخذه، وبعدين من ثلاثة بابا وماما يقول لنا طيب. في عندنا اشخاص يسيئون الى الحيوان، يسيئون الحيوان حتى برا انهم ما يجون، يعني مثلا بعضهم يشوف قط في الشارع مثلا واللي يدعمه بالسيارة. عندنا هنا هذول مصارعة الكلاب، مصارعة الكلاب هذه موجودة في الفلبين ويروس منتشرة للأسف انها جاءت هنا. الركن الأخير وحدة الاحتراف، وهي تعني بالكلاب، تدريبها، تقديم الاستشارات والمشورات التي تتعلق بالكلاب. معانا ناشط في الأعمال التطوعية، أي شيء يخص الكلاب. أها الأخ عبد الرحيم، الحين بحط لكم تليفونه وطريقة التواصل معه فيما يتعلق بالكلاب للتواصل. لذلك نكون ختمنا تغطية المعرض المتعلق بالرفق بالحيوان المقام من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في الجبيل.